بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي ان شاء الله كده هنبتدي نحل مع بعض اسئله الانترنت او الاوتلوك. اول سؤال كده عندنا عباره عن 5 جمل كده، وعايزك تختار المصطلحات اللي هنا. في عندك تحت يو ار ال واي اس بي وهايبر لينك واف تي بي واتش تي تي بي. طيب شوف كده ايه الحل بتاعها. اول جمله بيقول لك the set of rules، مجموعه القواعد used for transferring، اللي بتستخدم for transferring لتبادل او نقل الملفات files on the world wide web. مجموعه القواعد والاسس خلاص اللي بتستخدم في نقل وتبادل الملفات على الويب. طب يا جماعه قال لك transferring، طب الجمله دي قال لك transferring files، نقل الملفات، يبقى على طول فايل ترانسفير بروتوكول اللي هي الاف تي بي. تمام. لو قال لك بقى جمله زي اللي تحت دي سيت اوف رولز فريكوانتلي، مجموعه من القواعد بتستخدم عاده تو ترانسفير، تنقل ويب بيجز، يبقى اتش تي تي بي. تمام، اللي هي هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. اوكي يا جماعه، يبقى اللي بيستخدم في نقل الفايلز الاف تي بي، اللي بيستخدم في نقل او تبادل الويب بيجز اللي هي الاتش تي تي بي. تمام. طيب الجمله ديت بيقول لك ذا يونيك ادريس فور ا ويب بيج، العنوان الوحيد للويب بيج طبعا خدناه قبل كده اللي هي اليو ار ال. اليو ار ال ده يا جماعه لما تيجي تكتب ادرس كده في التوب بار بتاعك، ده بيسمى العنوان ده اسمه ايه؟ يو ار ال. طيب الجمله بعد كده بقول لك اكليكابل ايتم، ايتم ممكن ننقل عليه ان ا ويب بيج، في صفحه الويب ذات كونكتس، اللي بيصلك تو انذر ويب بيج، بصفحه اخرى، بينقلك من الصفحه اللي انت فيها بيوديك لصفحه اخرى، ده اسمها هايبر لينك او ارتباط تشعبي. تمام. الجزئيه اللي بعد كده بقول لك ا كومباني، الشركه ذات انيبلز انديفيدوالز، بتمكن افرادها تو كونكت زير بي سيز تو ذا انترنت، بتمكن افرادها من الاتصال بالانترنت، يعني مزود الخدمه اللي هو الانترنت سيرفيس بروفايدر اللي هو الاي اس بي. فهنا الجمله ديت اللي هي فايل ترانسفير بروتوكول، بعد كده يونيك ادرس ده اليو ار ال، كليكابل ايتم ده الهايبر لينك، الكومباني ده اللي هو الاي اس بي، السيت اوف رولز اللي هو بتعمل ترانسفير ويب بيجز اللي هي اتش تي تي بي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك يا عم ذا مين بيربس اوف ا فاير وول از تو، الهدف الرئيسي من الجدار الناري. يا جماعه حاجه اسمه او حائط ناري، كلمه فاير يعني نار، وول يعني جدار او حائط، فالجدار الناري دوت ايه وظيفته؟ ان هو يعمل ايه بقى؟ بريفنت ان اوثرايزد يوزرز، بيمنع المستخدمين الغير مسرح لهم بدخول فروم جيننج اكسس تو نتورك، من الدخول على الشبكه. تمام. يبقى يا جماعه الفاير وول ده عباره عن سوفت وير، عباره عن برامج بتحط على الجهاز بتمنع اي متطفل او اي واحد غير مسرح له ان هو يدخل على ايه؟ على الشبكه. السؤال اللي بعد كده بقول لك which one of the following statements، اي واحده من الجمل الاتيه about online credit card transactions is true، عايز يعرف انهي جمله من دول بتتكلم عن عن اللي هي معاملات بطاقة الائتمان اللي هي كريدت كارد. عايز في هنا جملة صح كده عن الكريدت كارد، ايه هي؟ بص كده الجملة التانية اللي هو بيقول لك يو شود اونلي، يجب ان اونلي انتر، تدخل بس كريدت كارد ديتيلز، تفاصيل بطاقة الائتمان، انتو ا فورم، في نموذج او استمارة، اون ا سيكيور ويب سايت، في موقع يكون امن تماما. طبعا يا جماعه انت دلوقتي عندك كريدت كارد وبتتعامل بالرقم بتاعها، الرقم السري اللي هو بتاعها. تمام. لو انت تخيل كده ان انت مثلا حاطط التفاصيل بتاعتها او الرقم دوت منتشر او على مواقع غير امنه، طبعا الناس هتاخده منك وتشتري وتبيع وتبقى مشكله جامده كبيره قوي. ماشي يا جماعه، فانت لازم هنا تدخل الكريدت كارد ديتيلز بتاعتك اللي هو او تفاصيل الكريدت كارد على سيكيور ويب سايت. يعني ايه سيكيور ويب سايت؟ على موقع على النت يكون امن تماما. السؤال اللي بعد كده جايب لك صفحه كده انترنت، تمام، وبيقول لك ميك ذيس بيج، خلي هذه الصفحه اللي هي اتش تي تي بي www.fraud.com يور براوزرز نيو هوم بيج، عايز يخليها الهوم بيج بتاع الباص بتاعتك، عايز يخليها الصفحه الرئيسيه او الهوم بيج للانترنت بتاعك. تعمل ايه؟ هتيجي كده من قائمه تولز، تروح على قائمه تولز تفتحها، وبتروح على اوبشن اسمه انترنت اوبشنز، ماشي، وبتروح على الهوم بيج،
خلاص، وتيجي على ادرس ده، تقف عليه كده وتكتب العنوان ايه بتاعك. يا جماعه بتقف عليه اهو، بتيجي تقف عليه هنا وتكتب العنوان بتاعك اللي هو http://www.fruit.com، وبعد ما تكتبه تقول له ابلاي واوكي. انت كده غيرت الهوم بيج للعنوان اللي هو قاله لك، ورجاء تكتبه صح زي ما هو كاتب بالظبط، يعني بنفس النقط بنفس الشروط بنفس كل حاجه. تمام، اسال لي بعد كده. بقول لك سيرش انجن يعني محرك البحث، از ا بروجرام برنامج، ماله بقى؟ عايز يعرف مهمه السيرش انجن. بص كده، اول جمله بقول لك ذات هيلبس يو، بيساعدك تو فايند انفورميشن، بيساعدك انك تلاقي او تجد معلومات لوكيتد اون ذا انترنت، موجودة على الانترنت. عشان كده يا جماعة سموه سيرش انجن، سموه محرك بحث. يبقى محرك بحث من المصطلح ده يعني بيبحث لك عن كل المعلومات الموجودة على الانترنت. السؤال اللي بعد كده جايب لك صفحة نت وبيقول لك يوز انترنت اكسبلور هيلب، استخدم الهيلب بتاع الانترنت اكسبلور تو اكسس، كي تصل انفورميشن لمعلومات اون هيستوري ليستس، عن الهيستوري ليستس. يبقى عايز يستخدم الهيلب، بنروح طبعا لقائمه الهيلب خلاص، وبنروح نختار، بص اول نختار كده اللي هو كونتنتس اند اندكس، نختاره، وفي التاب اللي اسمها اندكس بنكتب ها هنا كده هيستوري ليستس، وبعد ما نعمل هيستوري ليستس بنتك ايه ديسبلاي. اتفقنا؟ السؤال اللي بعده جاي لك برضه صفحه نت، بيقول لك هايد ذا ستاندرد باتونز تول بار، اخفي الزراير اللي هي ستاندرد قياسيه في الشيت بتاع تول بار اوف ذا ويب براوزر، يعني عايز يخفي الشيت. يعني عندك حلين، اما انك تيجي هنا تعمل كليك يمين، تمام، كليك يمين ويظهر لك مجموعه شرايط تخفي الشيت اللي انت عايز تخفيه، او بتروح لقائمه فيو تمام، ومن تول بارز بتروح على الستاندرد باتونز اللي هو ده، تعمل كليك شمال بتختفي العلامة. بس كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لك يوز ذا ويب ادرس، استخدم عنوان الويب اللي هو الاتي اللي هو http://www.macromedia.com تو نافيجيت، عشان تنتقل تو ذا ماكروميديا ويب سايت. يعني بمعنى صح عايزك تروح للعنوان ده. خلي بالكم يا جماعه من كلمه نافيجيت دي، ابحار، ملاحه، الذهاب الى الموقع، كلها معاني واحده. خلاص، يعني من الاخر عايزك تروح على الموقع ده. هنعمل ايه بقى؟ بتيجي هنا في الادرس ده، الادرس ده يا جماعه عنوان الموقع اللي انت عايز تروح له، بتيجي تقف كده خلاص، تمسح بقى، تبقى هي تبقى المكان بتاعها ازرق زي ما انت عايز، تمسح العنوان، تبقى تكتب عنوان نقطتين دبل سلاش www.macromedia.com، وبعد ما تخلص هو حتى بيقول لك بيس انتر وين يو هاف فيش، بعد ما خلاص كتبته وكتابه مظبوطه بتعمل ايه؟ بتعمل انتر. السؤال اللي بعد كده جايب لك صفحه انترنت وبيقول لك ا ويب سيرش هاز بين كاريد اوت، يعني في بحث على الويب اتعمل، يعني كاريد اوت اتنفذ او اتعمل، بروديوسينج وانتج ذا ريزلتس، وانتج النتائج displayed on screen المعروضة على الشاشة. يعني هو عامل هنا كتب كلمة سيرش وقال له سيرش ابحث، جاب له الريزلتس دي نتائج البحث اللي هو بحث عليه. طيب عايز ايه؟ يوز ذيس ريزلتس، استخدم هذه النتائج تو نافيجيت تو، عشان تروح ليه ذا كينل كلابس. هي فين بقى الكينل كلابس؟ بص كده، بص كده هتلاقي اهي الكينل كلابس هي التانية، بتروح عليها كليك شمال بس، هو ده السؤال انتهى. يبقى انت كده عملت نافيجيت ليها، انتقلت ليها، دي النتائج بتاعت البحث اللي هو جابه لك، عايزك تروح على حاجه منهم اسمها كينل كلابس، يبقى بتروح عليها كليك ايه شمال اهي، بتيجي على ايه؟ بتيجي على دي كليك. السؤال اللي بعد كده جاي لك برضه صفحه نت بيقول لك without changing its name، بدون ما تغير اسمها، اسم الصفحه يعني، add this web page to your favorites، دي في الصفحه ديت ليور فيفورتس. معنى يا جماعه كلمه فيفورتس يعني اهم المواقع المفضله ايه لديك. طبعا بتروح كده تختار فيفورتس، بتجيب لك كده قائمه على الشمال اللي هي الموقع دي، خلاص انت عايز تضيف بقى الموقع ده يكون من ضمن الفيفورتس، فبتروح على اد، خلاص بيجي لك كده المربع ده، خلاص انت عايز بقى عايز تضيفها بنفس الاسم، فانت ما بتغيرش الاسم دوت وتقول له اوكي بس كده. تمام يا جماعة، السؤال اللي بعد كده
جايب لك صفحة ويب، بيقول لك ديليت كلاب انترنت، احذف كلاب انترنت فروم يور فيفورتس منيو، احذف الموقع اللي اسمه كلاب انترنت من قائمة الفيفورتس بتاعتك. طيب بتروح برضو على الفيفورتس خلاص، وبتروح على تختار اورجانيز ها فيفورتس، يعني تنظيم الفيفورتس. طيب فين بقى الفولدر اسمه كلاب انترنت؟ اهو كلاب انترنت، بتيجي تعلمه وعايز تحذفه، بتروح كده على الشمال في ديليت، ايوه بتختار ايه ديليت بس كده. السؤال اللي بعده بيقول لك نافيجيت تو ذا www.altavista.com سيرش انجن، برضو يا جماعه خدناه خد سؤال قبل كده، بيقول لك نافيجيت روح للموقع ده، يبقى روح فين بقى؟ يبقى من هنا كده، نقفل كده خلاص ونمسح الجزء اللي هو لحد كده، ونكتب بقى www.altavista.com، وبعد ما نخلص بنعمل ايه؟ نعمل انتر او جو. السؤال بعد كده جايب لك مجموعة تيرمس او مصطلحات تحت، وهنا اللي بيعبر عنها، يعني هنا جايب لك نيم اوف فايل، اسم ملف، بروتوكول يوزد، بروتوكول بيستخدم، دومين نيم، اسم الدومين، كوميرشال دومين، دومين تجاري، انديكيتس وورلد وايد ويب، بتشير الى الوورلد وايد ويب. تعال نشوف كده، جايب لك النيم اوف فايل. طبعا يا جماعه احنا عارفين اي فايل عباره عن اسم واكستنشن، يعني اسم وامتداد، ففين بقى هنا اسم الفايل؟ اهو اوردرز دوت اتش تي ام، ملف اسمه اوردرز من نوع اتش تي ام، يعني من نوع ملفات الانترنت، اي حاجه امتدادها دوت اتش تي ام يبقى ده تخص ملفات الانترنت، سواء اتش تي ام ال او اتش تي ام ال. تمام. طيب بروتوكول يوزد، ايه هي البروتوكول اللي احنا خدناها؟ خدنا احنا اتنين بروتوكولز اللي هي اتش تي تي بي، وخدنا قبل كده اف تي بي. اتش تي بي ده بتاع ترانسفير ويب بيجز، وخدنا الاف تي بي بتاع ترانسفير ايه فايلز. الدومين نيم، اسم الدومين، اي اسم فليكسي ترين، ده بتلاقي اسم مميز فليكسي ترين خلاص. كوميرشال دومين، كوميرشال دومين الدومين تجاري، اختصار كلمه كوميرشال اللي هي دوت كوم. طبعا انديكيتس وورلد وايد ويب اللي هي دبليو دبليو دبليو. السؤال اللي بعد كده جايب لك صفحه انترنت، وبيقول لك موديفاي ذا سيرش ريكويرمنتس، عدل متطلبات البحث. طيب ليه؟ تو انكلود، كي تشمل لوك ات اب كاتيجوريز اونلي، عشان تشمل اللوك ات اب كاتيجوريز اونلي فور ذا ووردز ليستد ان ذا سيرش كرايتيريا، للكلمات اللي موجوده في دايره البحث اللي هي دي خلاص. كليك جو تو سبميت يور انسر، وبعدين ايه اتك جو. هنا عايز بص نختار حاجه اسمها لوك ات اب كاتيجوريز اونلي، بص فوق كده في دول كده هتلاقي في اني اول فريز، وفي هنا لوك ات اب كاتيجوريز اونلي، هو عايز بس يعلمها خلاص، يعلمها بس، بحيث قال لك انكلود، يعني معنى انكلود انك تعلمها، نوت انكلود تبقى فاضيه، يبقى بتعلمها وتقول له ايه جو بس كده، اهو علمها وتقول له ايه جو. السؤال بعد كده بيقول لك كوبي سيلكتد تكست فروم ذيس ويب بيج تو ذا كليب بورد، انسخ النص المحدد ده فروم ذيس ويب بيج تو ذا كليب بورد، عايزك يعني تعمل له كوبي، يعني بتيجي عليك كليك يمين ماشي تقول له ايه كليك يمين، تقول له كوبي، او من قائمه اديت تقول له ايه تقول له كوبي.